يقول: أختي متزوجة وتعمل مدرسة وتتقاضى مرتب لا يكفيها وعليها دين. أختي متزوجة وتعمل مدرسة وتتقاضى مرتبا لا يكفيها وعليها دين لا تستطيع الوفاء به، علما بأن المرتب لا يكفي لسد حاجتها، فهل يجوز أن أبحث لها عن زكاة أموال من أصدقائي دون أن أذكر بأنها أختي؟ إذا كانت تحت زوج، إذا كانت أختك تحت زوج، فإن الذي ينفق هو الزوج. فإذا علمت أن الزوج فقير وأنه لا يستطيع النفقة أو تمام النفقة عليها وعلى أولادها، إنه يستحق الزكاة منك ومن غيرك.